وأنتم تلتحمون مع أبنائكم ومقاتليكم خلف قضبان الأسر، نبرك لكم برسالة حب ووفاء لأمهات الشهداء الأبرار ولجرحانا البواسل، ولكم يا شعبنا الأبي وأنتم تمثلون لنا رسالة وفاء، نعاهدكم بأن نبقى المخلصين والسائرين على درب الشهداء، فلا قيد المحتل ولا قضبان السجن ولا قهر السجان ولا عقود الأسر تثنينا عن الاستمرار في كفاحنا ونضالنا ضد هذا المحتل الذي لا يفهم إلا لغة القوة. ولكم يا شعبنا نقول إن أبناءكم ما زالوا وسيبقون على عهدكم مقاتلين أشداء في وجه المحتل، صامدون كجبال فلسطين ما كلت عزيمتنا، ونموت واجفين ولن نركع. ومن نفحة طلع البيان ومن نفحة طلع البيان أين نزلنا على الميدان يا جماعة البيان؟ أنتم أصغر من أن تكسروا إرادة شعبنا من خلال كسر إرادته، وأن نسيمة أن نكون في قادم الأيام ستذكركم من جديد أن شعبنا ينزم إليه التميمي، لا يمكن أن يرفع راية بيضاء، وأن بركان الحرية إذ انطلق سيحرق إلا معتد الغاشم، وإلا قمعكم واعتداءاتكم على مدننا وقرونا وخفق دمائنا وسيطرقنا من نفحة طلع البيان من نفحة طلع البيان من نفحة طلع البيان. نخاطبكم في هذه اللحظات المجيدة، نؤكد على جعل يوم الجمعة القادم يوم غضب في
نواجه سياسات حكومة الاحتلال، وإن شعبنا قد ينتفض لابد القيد أن ينكسر. المجد والخلود لشعبنا الأبرار والحرية لأسرانا. يا للعرب ويا للعرب ويا للعرب.
الرحم.